الإعلام المصري والإعلام حتى السويدي كان يتحدث عن مشكلة صحية كان يعاني منها اللاعب وسام أبو علي، والنادي الأهلي أكد لنا أنه ما فيش أي مشكلة بعد إجراء الكشوفات الطبية. وفرصة برضو أنت تتحدث لأول مرة للجمهور المصري توضح هل كان هناك مشكلة صحية كبيرة عند اللاعب وتحلت، ولا ما كانش فيه من الأصل أي مشكلة؟ لا يوجد أي تفاصيل عن أي مشكلة خاصة بوسام، أي مشكلة صحية. طيب وسام أبو علي، هناك بعض اللاعبين اللي بتيجي الدوري المصري من أوروبا بيبقى هدفهم أنه يجوا يلعبوا في مصر بعض الوقت ويتحركوا في منطقة الخليج والمنطقة العربية. وسام طموحاته إيه مع النادي الأهلي؟ يستمر لفترة طويلة، ياخد خطوة جديدة لأوروبا في المستقبل؟ بيفكر إزاي وأنت بتفكر معاه إزاي في مستقبله؟ لا نفكر لهذا المدى بعد في بالنسبة لمستقبل وسام. نحن نعرف الآن أنه مستمر مع النادي الأهلي وأنه مستمر في الأداء الجيد مع النادي الأهلي، خصوصا في بعد أول مباراة له في الدوري، وهو يركز بنسبة 100% مع النادي الأهلي حتى الآن ليساعد النادي الأهلي ليفوز بكل المباريات ويفوز بالبطولة المحلية والبطولة الإفريقية كذلك. خلال تواصلك مع وسام أبو علي، انطباعاته الأولى إيه على اللعب في مصر ومع النادي الأهلي والأجواء والأمور، خاصة أنه يعتبر لاعب بالنسبة لنا لاعب أوروبي معاش الأجواء اللي موجودة في مصر أو في القارة الأفريقية أو في الوطن العربي قبل كده، انطباعاته ايه؟ نعم انا تحدثت معه كثيرا وهو سعيد جدا بكل شيء قد واجهه مع النادي الاهلي حتى الان في مصر، حتى انه قد احرز في اول مباراه، فبالتالي هذا يدل على سعاده كبيره لوسام، يعيش اجواء جيده ويتمتع بتواجده في مصر. وسام أبو علي كان بعيد عن المنتخب الفلسطيني طوال الشهور الماضية، ولدينا خبر أن وسام أبو علي قريبا هيكون متواجد مع المنتخب الفلسطيني، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هذا أمر خاص بالمستقبل. نحن هو لم يلعب من قبل المنتخب الفلسطيني حتى الآن، ولكن إذا فعل ذلك في المستقبل سيكون هذا قرار جيد، فبالتالي سنناقش هذا الأمر فيما بعد. البلجيكي جاكوب كروجر وكيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.